بطالة. وقعت عليها فين دي يا ضيف؟ مطرح ما وقعت يا ريس عيسى، هو أكل وبحلقها؟ خلصني يا عم قبل النهار ما يطلع، أنت عارفني خفاش. مين ياد الباشا اللي جاي معاك ده؟ معلش يا ضيف، وراني ضماني في الآخر إنه ما يطلعش داخلية. ما يطلع داخلية يا ريس عيسى، أنتوا بيهمكوا حد الأيام دي؟ أنا خايف في مرة أصحى ألاقيك مخلص في عربية وزير الداخلية أصلاً. ما تتوهش مني يا مين ده؟ ده اللي استلط العربية وجايب لي خلصها له. أمال مال يالا شكله كده ابن ناس يعني. طب لما تخلص بقى كشف عيلة بقى قول لي، هوصل لحد الرئيس إبراهيم يخلصني من غير لوكلوك. يلا يا شبح. خد ياك بطل لماضة يا. خلاص هاخدها منك ب40. 40؟ أنت قلت 40؟ 40 إيه؟ 40,000 جنيه يالا. أنت كده بتستقل بيا يا ريس عيسى وبتستغلني. اسأل يا عم في أي أجانس على العربية دي يقول لك بكام؟ يلا يا شبح. أنت هنا مش في الأجانس يا. انت هنا عند الرئيس عيسى جونيور، يعني اخرج خالص العربيه دي تتقطع وتتباع قطع غيار. يا عمي يعني تقطعها تذبحني؟ ايه يا عم الدباح؟ الله الغني يا عم. خلاص ايه ده شويه. امال عايز تبيعها بكام؟ بمليون جنيه يعني ولا ايه؟ هم 70,000 بلبل وحلال عليك. يا اخي 70,000 بلبل لما يركبوك وينططوك. العربيه دي اخرها خالص 50,000 جنيه. ما ينفعش يا ريس عيسى. ولا صاصة. اجري هات 60,000 جنيه وادوهم لضيف. 60 ايه بس يا ريس عيسى؟ ما تهزهم شويه. كده تمام يا ضيف، واي حاجه ادوب تعالى ولاغيني. مبروك عليك يا ضيف. ماشي لما نشوف. اتفضل يا باشا. خدت منهم 20% عمولتي بس عشان الامانه. 20%؟ الحاجات دي باخد 36% بس انت عامل معاك الصح. ماشي طيب طالما كده بقى انا قصدك في خدمه ثانيه. عربيه برضو؟ لا المره دي مكان. مكان ازاي يعني؟ شقه ايجار. بس كده كلمك الواد لوكا السمسار. اه بس انت عارف يا ضيف ان انا معيش بطاقه ولا اي اثبات شخصيه، فهمني طبعا. لا مش فاهمك. مش عايز مفهومه يا ضيف. اللي يأجر لنا الشقه يكون ما بيدقش على موضوع الورق ده. بس كده فيها عوا يا باشا. يا عم ولا عوا ولا حاجه، كله بحساب. خلاص ما دام كله بحسابه يبقى شقه تحضر، وانا مديلك اي عقد الشقه باسمي. امتى؟ وسلمك نظيف النهارده اخر نهار عدى عليا في قهوه عثمان، عارفها؟ اللي في ظهر المستوصف عدل دي، انا قاعد هناك على طول. الله يمسك. طب اقعد وطيب يا باشا لما نخدمك الاول. معلش عشان تخدمني بقى. ولاد الناس برضه يا جدع، انا مش عارف البيت اختي دي بتقع على الناس الحلوه دي فين بس، مرزقه بنت اللعيبه. شغالك اوكا وارتيجا؟ والله يا استاذ ولا كنت تعبره، هو هيفضل لازق لك بعد كده زي القراده. امال الدكتوره ايمن فين؟ في الاقتراحه جوه دلوقتي مع الصحيان. اسكت يا استاذ، ده امبارح ضرب معايا خناقه ايه لما سال عليك وما عرفتش اقول له رحت فين. هو ايه اصله ده يا عمي؟ ما كانش ينفع تخرج لوحدك، انت لو جرى لك حاجه احنا اللي هنلبسها. عموما يلا مش مشكلة، كويس انك افتكرت المكان اصلا، دي علامة كويسة معناها انك تعرف تكون ذكريات جديدة. المشكلة بقى في اللي انت مش فاكره قبل الحادثة، دي علامة منيلة ب60 نيلة. يعني من الاخر كده يا دكتورة بتاعتك دي هتعرف تعالجني ولا ايه؟ هنشوف، احنا بس هنعمل لك شوية تحاليل وفحوصات الأول وبعدين ربنا يكرم. يا رب. يلا. عايز ايه؟ عم عباس انا كنت عايز اتكلم معاك شويه بخصوص نهى. عرفت هي فين؟ لا. يبقى مع السلامه عم عباس. اديني فرصه كمان ارجوك. انا قلت لك من يومين ما اشوفش وشك ولا تكلمني الا ما تعرف حاجه عنها. خليني ادور في حاجتها. المره دي حاسس اني هوصل لحاجه بجد. شوف يا ابني انت البيت ده مش هتخشه تاني حتى لو البيت رجعت. انا كنتش موافق على انها تتخطب لك اصلا لولا الزفت اصرت. مش وقت الكلام ده عم عباس. روح يا ابني الله يسهل لك، شوف حالك. سيبنا انا كمان يا رب بقيه العيال بدل ما تلحس دماغهم سياسه. كفايه الاولانيه اللي راحت ما نعرفش راحت فين. عم عباس تعالى يا سيدي خش رايح هنا شويه بقى قبل ما اشوف لك حد من قسم الاشعه. ماشي. جيب لك ايه تشرب؟ لا ولا حاجه انا مستنيك. طيب
تتجوز وتخلف تعرف معزة اليوم. جو ربابة عز الدين صح؟ مظبوط. في تجمع دموي صغير ضاغط على مركز المخ هنا اهو، هو ده اللي مسبب لك الحاله اللي انت فيها. يعني انا احتاج تدخل جراحه يا دكتور؟ ما افتكرش، ممكن مع الوقت يصرف لوحده. طيب ولما ده يحصل يعني هترجع لي الذاكره؟ افتكر كده. الحاله اللي انت فيها مطمئنه، يعني انت بتفتكر حاجات عن نفسك، يعني الذكريات موجوده في عقلك ما اتمسحتش، كل اللي موجود بس بينك وبينها حاجز صغير. طيب ده يعني ان شاء الله ياخد وقت قد ايه يعني؟ اهي دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اضمنها لك، هي الوقت، لان مفيش حاجه ممكن نقيسه بيها، بس في ايدينا نبدا المشوار وما نعرفش هيخلص امتى. والمشوار ده عباره عن ايه بالظبط يا دكتور؟ في ادويه ممكن تساعد على تصريف التجمع الدموي، وادويه تانيه ممكن تساعد على تقويه المخ، ده غير طبعا جلسات العلاج النفسي اللي هنخليها مرتين في الاسبوع وممكن تبقى ثلاثه لو الحاله اتحسنت، بس ده طبعا مش مجاني وكمان الدواء غالي شويتين. مش مهم، المهم يجيب نتيجه. والله انا كان بودي ان انت تفضل معانا هنا علشان تفضل تحت عناية على طول، بس للاسف مفيش سرير فاضي. دي كمان مش مشكله، انا اتصرف. خلي الكراسه والقلم دول معاك واكتب كل اللي تفتكره زي ما قال لك ايمن، دي الحاجه الوحيده العدله اللي قالها لك ايمن. ربنا يبارك لك يا دكتوره ويعلي مراتبك. يلا يا يوسف. شكرا. تحب اكلم لك حد من المستوصف عشان تقعد معانا يومين كمان؟ لا ملوش لازمه يا دكتور، انا هتصرف واكلمك. تتصرف ايه يا عم؟ هتتعامل ازاي مع الناس وانت مش فاكر حاجه كده؟ انت مش عارف اهلك مين؟ وريتها كده على كده. ده انا كمان فجاه لقيت نفسي بتحارب. بتتحارب من مين؟ وليه؟ والله ما انا فاكر. ماشي يا عم، انت حكايتك حكايه. بص يا سيدي، ده رقمي، يبقى كلمني بقى عشان نحدد مواعيد الجلسات. هكلمك. اتفضل. شكرا يا ولد. يا جدع بتشكرني على ايه؟ الناس لبعضيها. ماشي يا دكتور ايمن. ماشي يا عم يوسف. انت رشت الليله الليله، انا بلغيك في الصح. تهرشت الليلة الليلة، اشتري مني الصح. تفتكر مين هيكسب في الانتخابات يا ضيف؟ انت مالك من السياسة يا رامبو؟ نخليك في الدومنة يا ابني. يا سلام، يا جت عليا، ما كل البلد بتلوك في السياسة. أنا سمعت إن مجدي عبد العزيز هو اللي هيبقى رئيس. يا شعام بيقول لك راجل طيب كده وابن حلال ويعرف ربنا. يا البلد دي ينفع لها واحد طيب وابن حلال؟ انسى، البلد دي عايزة ذكر. ولا ده ينفع ولا التاني ده البسكوتة اللي اسمه الراوي. وعلى فكرة البلد دي عايزة واحد عسكري يظبط الأداء، واحد زي حافظ مشهور مثلا يقفشها من نار وحديد. أنا بلغيك في الصح؟ أهو كده مش صح. ليه بس؟ عسكري تاني بقى، عملنا إيه يا عم ضيف؟ ولا حاجة يا باشا، بقى قفلنا الدور بالصلاته على النبي. يا ابني المحظوظة. في يا جدعان أنت حكومة ولا إيه؟ الجدع في يا جدعان؟ يا جدعان الله 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 يا راس عيسى، حصل إيه بس يا راس عيسى؟ حصل ان انا عايز ال 60,000 جنيه بتوعي يا روح امك. ليه كده بس؟ ما العربيه عندك وهتكسب فيها بتاع اربعه، وانت عمرك ما لقيت كلامك على فكره. عم انا بكلمه يا عم. يا واد مش عيسى جونيور اللي ضحك عليا انا واتجاب له عربيه مشمومه. مشمومه الحيطة حلوه جدا، حلوه جدا. انت هتصيع يا واد ولا ايه؟ العربيه مشمومه ميري، عربيه من بتوع وزاره الداخليه القديمه. ليه ازاي بس؟ ايه ده بس فيها يا جدعان؟ انت خلاص يا عم، انا بكلمه اهو، بكلمه يا جدع. في ايه؟ انت من ساعة ما دخلت عليا انت والواد المصيص اللي معاك ده، وانا مش مستريح للموضوع ده خالص، وحاسس انه الكلام ده كله في لعبة. طب وربنا أول مرة أشوفه أصلاً اليوم ده. أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص، اصطفي مع صاحبك أنت بنفسك، أنا يلزمني فلوسي وأنت تلزمك العربية بتاعتك. يا روحك قصاد الموضوع ده. سيبه، كلمك معانا. وانت بقى الواد الجامد اللي جاي تحوش عنه ولا ايه؟ يا عم ولا جامد ولا حاجة، أنا غلبان، بس فلوسك عندي وهردها لك كده. ماشي يا سيدي، وأنا مستني أهو. فلوسك هتجيلك لحد عندك بعد يومين. لحقت تتبعزقهم؟ مالكش فيه.
اللي لجنه فلوسك ترجع لك. هرد لك بزياده لو عرفت تخفيل العربيه دي. ها تعرف تخفيل العربيه دي يا ريس جونيور؟ ايه العباره بالظبط؟ العباره ان فلوسك ترجع لك والعربيه تختفي. يومين 48 ساعه بالظبط بالكتير. تمام وانا موافق يا عم. لما نشوف بينا رجاله. بيكوا رجاله. وانت اللي ليك عند انه عربيتك محدش يعرف لها اثر خالص. ماشي يا عم. سلام يا ضيف. سلام يا عمنا. زعلتش منك اخويا. مفيش حاجه يا عم. سلام عليكم. صلاح الله. لا اله الا الله. خد بالك من نفسك. حكايتك بالظبط. سيبك من الكلام ده. عملت ايه في طلبته منك؟ اتفضل يا رايق. خش برجلك اليمين بقى. ايوه ايوه. اظن يعني مفيش حاجه. ما لقيتش حاجه اوسخ من كده شويه؟ اوسخ من كده ايه؟ ما هو لو كان فيها الخير ما كان رماها الطير. وبعدين انت طلبك بصراحه عزيز شويتين. ماشي. طيب تمرش في حاجه ثانيه؟ سجاير، مخدرات، نسوان. امشي يعني انا؟ استنى. امسك. طب وهتعمل ايه فلوس الرئيس عيسى؟ ده راجل شراني. فلوس عيسى هتوصله في معاد. اتكل انت على الله. خلاص لو عوزت حاجه بقى رن لي. ها قبل ما تمشي اكتب لي رقمك هنا عشان لما عاوزك اعرف اجيبك. يا الواحد من زمان ما مسكش قلم. اكتبه هنا. يا ضيف بالضاد ولا بالدال؟ اخلص يا ضيف اخلص. 2-0. يلا ابقى رن لي. ها ما تخافش مش هفتح عليك.